بإذن الله تكون كل الكورسات بتاعتنا عليها خصم 50%. احنا موفرين اكتر من 20 كورس، ال 20 كورس دول عليهم خصم 50%. تقدر تحجز اي كورس منهم بمنتهى السهولة من اي مكان، سواء جوه مصر او بره مصر. والمفاجأة التانية ان احنا الحمد لله هنبقى السعر جوه مصر هو هو نفسه السعر بره مصر. وبالتالي لو انت في السعودية، في الامارات، في اي بلد، حتى لو بلد بره خالص، تمام، تقدر تدفع بمنتهى السهولة باكتر من طريقة من طرق الدفع. فالعرض هتلاقيه نازل على القناة بتاعتنا في التليجرام، تقدر بمنتهى السهولة عندك الأسعار بعد خصم 50%. هتضغط عليها، تضغط على اللينك، هيحولك على طول لصفحة الدفع. هنا هتلاقي الأسعار موجودة، كل كورس مكتوب قدامه السعر بتاعه. فبمنتهى السهولة عندك أي كورس من دول، يعني مثلا الكورس ده سعره دلوقتي 2000 بدل 4000، فأنت تقدر تختاره كده. لو عايز كورس تاني تقدر تختاره برضو، وهكذا عندك أكتر من 20 كورس موجودين، فهيبقى التوتال 2750. هتدوس نيكست. نيجي هنا بقى للحاجة الجميلة. أول حاجة أنت عندك كل وسائل الدفع، يعني لو أنت في السعودية عايز تدفع بالفيزا، بمدى، بتطبيق الرجحي، بأي حاجة، تقدر تخش على الفيزا، تدخل بيانات الفيزا. طبعا الموقع عندك لو انت في مصر حابب تحول من اي محفظة الكترونية، فودافون كاش او موبينيل كاش او اتصالات كاش، عند حضرتك كمان فوري وامان وميزة. ونيجي هنا بقى لميزة كويسة جدا، الا وهي ميزة التقسيط. ممكن تقسط عن طريق البنك الاهلي لمدة 6 شهور بدون اي فوائد. تعال نجرب. انا هختار مثلا ان انا هقسط البنك الاهلي، فاخترت طريقة التقسيط بتاعتي البنك الاهلي. عندي هنا التوتال بتاعي كام؟ 2750. هختار مثلا وليكن 6 شهور، فهتلاقي ان في 110 دول اتضافوا. ال 110 دول كده كده مصاريف الموقع، اي حد بيدفع على الموقع تقريبا بيتضاف عليه مبلغ، فدول ما لهمش اي علاقه. يعني لو اخترت فودافون كاش هيتضاف نفس الرقم، لو اخترت اتصالات كاش، لو اخترت ميزه، اخترت اي حاجه، فدي مصاريف الويب سايت نفسه، فدي ما لهاش اي علاقه خالص. يعني تعال نجرب برضو عشان كل الناس تبقى فاهمه القصه ماشيه ازاي. انا اخترت اهو وليكن الكورس ده ب 2000 جنيه، نزلت تحت التوتال 2000، جيت اخترت انا مثلا طريقة الدفع، خليتها وليكن الموبايل وولت، هتلاقي ان تحت في 80 جنيه اتضاف. فطبعا كل وسيلة دفع بيبقى ليها رسوم معينة، خلاص. طيب بعد كده، لا انا مش هاخد دي، انا قلنا عايز اجرب التقسيط، فعندي تقسيط. لو هو عملت التقسيط على 6 شهور هتلاقي نفس الايه، التمانين جنيه ما اتغيرتش ولا فيها اي حاجة. تقريبا رسوم الموقع حوالي 4%، واضحة كده الحسبة تقريبا، 4%. طيب خد بقى مني الميزة التانية، احنا عاملين عرض لعشرين مهندس فقط. العشرين مهندس تقريبا باقي منهم 4 او 5، وان شاء الله نحاول نبقى نكرر العرض تاني، ولكن بمجرد ما بيخلص العرض خلاص. تمام. ايه العرض دلوقتي؟ العرض ان انت بمنتهى السهولة هتيجي هنا كده عند البرومو كود، وتكتب نيو، وتدوس ابلاي كود، هتلاقي خصم لك 800 جنيه، يعني 40% من قيمه الكورس. يعني الكورس في الاول كان ب 4000، احنا اصلا اوريدي عاملين خصم 50%، وبعد الخصم 50% في خصم اضافي بالبرومو كود. اللي هيلحق البرومو كود يبقى فاز بحاجه كبيره جدا، لان هو هيسهل عليك ويوفر عليك الفلوس دي كلها. بالاضافه انك انت تقدر تقسط على 6 شهور، يعني ال 1200 جنيه دول تدفعهم على 6 شهور، يعني كل شهر 200 جنيه. وبالتالي الاسعار بتاعتنا هتلاقي ان هي ما فيش اي نوع من انواع المنافسه مع اي حد. طبعا السعر ده لو انت حولته بالريال 2000 جنيه، لو قلت ان الريال ب 10 جنيه يعني 200 ريال، تمام، فهتلاقي ان الارقام عندنا هنا فعلا او الاسعار بتاعتنا قليله جدا. ووحدنا السعر بحيث ان السعر يكون جوه مصر هو هو نفسه السعر بره مصر. كمان لغينا رسوم التفعيل، وبالتالي الكورس بيفضل شغال معاك مدى الحياة. ولو غيرت الجهاز بتقدر تغير الجهاز بمنتهى السهولة، مجرد ما بتكلمنا بنفعله لك على الجهاز الجديد ونقفله على الجهاز القديم. كمان عندنا الخاصية بتاعت ان انت تقدر تشغل الكورس على الموبايل، ودي بتاخدها برضو مجانا في العرض اللي موجود حاليا. يبقى انت هتاخد الكورس وهتاخد كمان عليه العرض بتاع الموبايل هدية، ويبقى انت كل القصة دي، يعني انت اخدت خصم 50% وبعدين خصم 40%، وبعدين تقدر تقسط على 6 شهور والسعر جوه مصر زي بره مصر، وبالاضافة لكده كل ده كمان انت عندك قصة ان انت هتاخد نسخة كمان من الموبايل. النسخة بتاعت الموبايل دي تقدر تشغلها على الموبايل الاندرويد بتاعك، تقدر تشغلها على التابلت، والموضوع سهل جدا وبسيط ومفيش فيه اي مشاكل. تقدر تفعل الكورس بيبقى معاك بعد ما فعلته حتى، ولقيت ان انت
مش حابب الكورس، عايز تلغي الكورس، عايز تبدل الكورس، يكون معاك 7 ايام تقدر تغير فيهم الكورس او تبدله او تلغيه، وبيتخصم منك الرسوم اللي هي زي ما انت شايفها كده بتاعت الموقع، بتبقى حوالي 100 او 150 جنيه لان دول خلاص رسوم نوت فاندد، يعني مش هينفع نرجعها لك تاني، فبنرجع لك المبلغ مخصوم منه الرسوم دي، ويبقى انت كده ما خسرتش اي حاجه. يعني لو انت جربت الكورس وما عجبكش مفيش اي مشكله، انت معاك 7 ايام بتجرب فيهم الكورس. بعد ال7 ايام للاسف ما بنقدرش نلغي الكورس لان الموقع ما بيبقاش فيه ريفاند. احنا عندنا في كلمه كده اسمها ريفاند بتبقى جنب اسمك، طول ما هي شغاله او فعاله بنقدر نعمل لك ريفاند تاني، ترجع لك الفلوس وبيتخصم منها بس المصاريف اللي هي بتاعه الموقع. لو كده خلاص ما بنقدرش نرجع لك الايه الفلوس بعد اسبوع. وبالتالي كده انا وفرت عليك كل حاجه، شرحت لك كل حاجه، العرض موجود ل 20 مهندس فقط، حجز منهم تقريبا 12 او 13 مش متذكر قوي، يمكن في وقت الفيديو ده يكون في ناس كتير حجزت كمان، وبالتالي تقدر تستفيد منه في اقرب وقت. شكرا.